بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الامير محمد بن سلمان برقيتي عزاء ومواساه للشيخ مشعل احمد الصباح امير دوله الكويت في وفاه الشيخ سالم العلي سالم المبارك الصباح. وعبر الملك وولي العهد عن بالغ التعازي واصدق المواساه سائلين المولى القدير ان يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته ويسكنه فسيح جناته.